الصبارة اليوم ستأكل الفطيرة الذهبية للشاورما من هولك والغوريلا وسبايدر مان والحرام النشال نمبر ون. الفطيرة الذهبية تتكون من شاورما رائعة جدا وغنية عن التعريف، خاصة عند وجود الديك الرومي داخلها وجبنة الموزوريلا. إنه الحرام النشال سمح للصبارة الذكية بدخول بيته، لذلك هل ستأكل الصبارة هذا الطعام الرائع؟ أنا الصبارة، أنا الصبارة، أنا سأأكل الشاورما، أنا سأأكل الشاورما، أنا الصبارة، أنا الصبارة، أنا الصبارة، أنا الصبارة، سأأكل الشاورما من سبايدر مان والحرام النشال. أنا رائعة جدا، أنا بقولكو بحبكو كتير، وبقولكو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس.